السلام عليكم. أم وخالتها وطفلان إلى جوارها وجنينان كان في بطنها، حصدتهم جميعا قذيفة حوثية واحدة. كانت الأم وخالتها عائدتين من الوادي بعد جلب طعام للماشية، تعبتا من طول الطريق ووعورته، وجلستا إلى جانب الطريق لتشرب قليلا من الماء. لا أحد يدري هل وصلتا إلى الماء أم سبقت إليهما القذيفة. نتابع القصة في الفيلم التالي ثم نعود. وقع صاروخ، صاروخ الساعة 5 في منطقة بالقرية فوق البيت بالطريق، وأثر وقتل من قتل اثنين، قرية شحد بالضباب، منطقة الضباب، يعني ينتهوا القدة والأم والأطفال اثنين، واللي قريح قريح، عاد الله يعلم كيف يحيون انهم يموتوا. الذي حصل يعني الحريم روحنا الوادي معهن طعم، وحطين يعني يرتبخين شوية، وهنا الطعم هقهن الساعة 5:30 أو 5:05 كذا، 5 مربخات يعني بالطعم، يعني الصاروخ والصيل على طول، يعني ضربهن ذبحهن ذبح. إيش أقول، ما بذنبهن القهل هذول، ما بذنبنا احنا ناس الرعية، ناس المزارعين، لا نزحنا هنا، ننزح نمشي وين نجري، بعدنا مواشي، بعدنا لو نزحنا ما ننزحش لحالنا، ننزحنا واهلنا واحبابنا والمواشي حقنا اللي موجودين كانوا بقية الجماعة الأسرة تعبروا علينا، والوالدة الله يرحمه مرت عبد الله اللي هي بنت عمي يعني، وأولادي اثنين، والولد ابني شهاب، والبقية الحمد لله سلامات ما عليهم أي شيء. نزل من الوادي وهي ما بشير وحل، جلست تشرب هناك، ليش تربخ عيالي جنب اثنين، خالتي الله الله، وخالتي عيال اثنين، وداخل اثنين، طير بهن طيارة من طيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. دائما الظرف فقرة، دائما فقرة، دائما فقرة، دائما فقرة الظرف. كل يعني أصلنا في اثنين خرجوا بقلة، استطال بطحق الصيد يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. ماذا الأمر، ماذا الأمر يا رب. أقص صاروخ ساعين اللي فوقهم، والاثنين الأطفال الصواب طلعنا شلينا الحريم غطينا عليهم شلينا سعفنا الأطفال، لقينا كذا للطريق الطفل الأول انتهي، وهذاك ودينا المستشفى انتهي بعد. خلاص أنا جنب البيت يعني مسافة يعني 50 متر، يعني نزلت قري على طول، يعني قري لقيته ظهر خلاص مع مذبحات، يعني لا عاد رؤوس ولا خلاص، يعني حصل يعني ناس حلقوه يعني شليناها سموه خلاص قدها طايحت، والقهال يعني بعد منها شوية، ومكانهم مراقبين كل واحد محل. طلعن من سمن الطعم جلسن يشربن، ما شربان الا عبر القلصات بعدها حق الماء، انقعن كل شح وحده، والقهال منظفين ورقبها لقطنهم بالكنابل، لا حول ولا قوة الا بالله يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله.
كان جالسة جنب الطعم يعني مربخات وصارخ وقع هنا جنبهن وهن يعني جالسة واحدة هناك واحدة هناك عندما يعني ضرب الصاروخ يعني ذبحها وكفت واحدة فوق واحدة كذا يعني لحم معانا نزلت وانا قريب هنا عند البيت صار خلاص مع خلاص ما عقدتش اتكلم ولا حاولت تسعيف انت حاولت انت يعني حلقوا الناس يعني قوري ويلا وبزنهن يعني لا الطريقه يعني وديناهن على طول المسيب قد اللحم يعني عباقيش الا القهر كان عبا واحد منهم باقي البنت صغير تهاني كان عباقي كذا شويه وراح المستشفى مات اما الابن يعني بزنه ميت اما الحريم مع هله لا رؤوس معهم ولا حتى مقطعتين من البطن الله الله ولك الحمد عايشين أكه عايشين الظرف فوقنا دائما داري الله بحالنا دحين زوج البنت ماشي قسمي له يطلب مخلو والبنت يشل ما معش حسين هنا مكان تشغب على امه واخواتي كان في استراحه كان في مشي عندما وقع صاروخ عند البحرين بقت واحده يعني راسه هنا عند الثاني والثاني مرتفع قليل هذه كالحامل يعني اخي لا حول ولا قوه الا الله تعالى شهلكون هذا الذي يصيب الناس ولا ذنبهم شيء احنا اصحاب قريه لا ندور حد ولا نحن ندرب ما هو الذي يحصل لنا راقدين بيوتنا يعني ان نمشي لنا بعد حالنا الحر يروحون عادهن الله يعلم انها انقياع انها غباب ان شربين ماء انه ما شربيش روحين الوادي بالطعم ما زال الطعم بينه وفوق الصفا تراه يعني هذا شيء يعني الله سبحانه وتعالى ما بل ربنا يهلكون ولا ما من شق لهم غير ربي ما ذنب المواطنين المواطنين ما عملوا ما عملوا يا عيالي المواطنين الله 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 اللهم لك الحمد 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 لك الشكر ما نش عايش أنا أخيني ما نش عايش أنا تعبان أنا تعبان طيب والأطفال حالتهم حالة إلا قضايف يعني قريب بعيد بس ما صابوا شيء ولا أكثر قد أكثر من 25 قضيفة بس جين بعيدها طرف البيوت كوا إحنا نقول الله يعني ربنا يسلم ربنا يسلم خايفين دائما إحنا خايفين دائما إحنا خايفين ادخلوا لا تخرجوش ادخلوا لا عدى العم ضرب الصاروخ الصاروخ دخل البيت حق عبد الله وخرجوا الجهال سليمين وطيحوا الجهال ذاك الفراشات ورا واعي وحرقوا كل ما فيه ما هو سليمين روح المرأة تدهو تدهو في ذي اللي قتلها تبكي صدلت أخوان أكبر نقيل يا أخي أنا ننزح يعني نخرج يعني إحنا أصحاب قراش يعني وين تخرج قراشات جهالك ما هي نقدر نخرج أي محل اللي ينزح اللي ينزح إلا وحده بمدينة يعني يكون ما عندهش يعني قراش ولا عنده بقر ولا غنم ولا عنده إحنا مزارعين أصلا من فوق 20 صاروخ يجي لهنا اللي عندنا هذول الحوض ظالمين ما نقدر شيء ننزح ما بالله هنا الحرب كله فوقنا قذائف واصل لهنا ولا يخلينا من الضرب العوشين حق الحوثي في خوف يجي اللي جنبنا لا تحتنا لا بس ما يخافوا احنا نشينا حرر البلاد حتى بساعتنا بس ما في شيء مواطنين بريئين لا بذنبان يتحاقل مع الحوثيين ولا مع المقاومة يعني من الوادي للبيت رعيان استاذ احنا ما بذنبناش ولا عندنا لا عسكر ولا شيء ولا في عندنا منطقة عسكرية ولا شيء قبل قتل هؤلاء الأطفال وأمهم وجدتهم بأسبوعين صدر تقرير حقوقي عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قال إن 300 طفل قتلوا و 1804 آخرين نجوا من الموت بعد إصابتهم بجراح هذا الرقم
من الأطفال فقط وفي محافظة تعز لوحدها خلال 2015 حتى 2017 جراء القصف المدفعي المتواصل على أحياء المدينة من قبل ميليشيا الانقلاب، التي قال التقرير أيضا إنها استخدمت في قصفها العشوائي على تعز مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة. مشاهدينا الكرام، الإصابات في صفوف المدنيين والأطفال تحديدا في مدينة تعز جراء تعرضها الدائم للقصف من قبل ميليشيا الحوثي موضوع نقاشنا مع الناشط الحقوقي ماهر العبسي، سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة تعز بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي ماهر العبسي. مرحبا بك سيد ماهر. مرحبا بكم. احنا في هلال. صدر قبل شهر ونصف تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قال إن 300 طفل قتلوا في تعز لوحدها، وللأسف فإن هذا الرقم لم يتوقف عند هذا الحد كما يبدو. هل لديكم إحصائية بعدد الضحايا من الأطفال في تعز حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التقرير الذي اصدره التحالف اليمني لرد انتهاك حقوق الانسان وحدد الرقم ب 300 طفل يعني قتلوا في محافظه تعز هو للحالات التي توفر اليها التحالف اليمني. لم يكن باجمالي حالات الاطفال التي قتلت في تعز في كل مديريات محافظه تعز. هناك مديريات لم يستطع التحالف الوصول اليها او رافضيها الوصول الى هذه المناطق. هناك أطفال لم يصلوا إلى المستشفيات أصلاً، هناك أطفال يقتلون ثم يدخلون بنفس القرى أو بالأرياف، لم يصلوا إلى المستشفيات، لم يدخلوا بهذه الإحصائية، الإحصائية بحسب اعتقادي أكبر بكثير، لا يوجد لدينا إلى حد الآن إحصائية يعني ثابتة بهذا الأطفال الذين يقتلون. نحن في صدد إعلان يعني إشهار تقرير عن عام 2014 بالكامل لم ينتهي منه حتى الآن. نعم. لكن أنا متأكد أن الإحصائية أكبر من هذه بكثير. هناك أطفال لم يتمظلون، لم يتم الوصول إليهم، أطفال لم يصلوا للمستشفيات. نضع بحسب الاعتبار أن هناك حالات لم تدخل في هذا التقرير في تقرير التحالف، وهناك والحال يعني والحال سيد ماهر ينسحب على الإصابات في صفوف المدنيين بشكل عام. عفوا لم أسمع سؤالك. قلت وهذا الحال أيضا ينطبق على الإصابات في صفوف المدنيين بشكل عام بكل تأكيد، إذا كان الأمر يعني بهذه الصورة لا تصل يعني أنباء الإصابات كاملة إلى الراصدين. بالتأكيد هذه الحالات يعني حتى في صفوف المدنيين أنا كنا في أو رافض ميداني عندما ننزل إلى بعض الأماكن تجد أن هناك حالات يتم يعني أقوم برد أو توثيقها أجد أنها لم تصل للمستشفى. يقولون أن يعني وقعت القذيفة وتوفي وتم دفنه على الفور حتى لا يوجد شهادة وفاة. فهناك كثير من الحالات لا تصل للمستشفيات ولا توجد بجوة المستشفيات. ماذا عن المساعدات أيضا؟ هل تصل المساعدات أم أنها يعني تظل طريقها إلى هؤلاء الضحايا المجهولين؟ المساعدات هنا في مدينة تعز بشكل عام هي مساعدات قليلة أو بسيطة، يعني لا تكاد تكفي 10 أو 15% من السكان. جميع المنظمات يعني مساعدتهم تدخل بكميات قليلة للمحافظة، أغلبها كما كان في السابق يتم احتجازها عندما كان المساعدة تأتي من ميناء الحديدة، يتم احتجازها في مناطق خارج المدينة في مناطق التي تعتبر جماعة الحوثي القوى الصالح، ويتم مصادرتها ولا الدخول إلى المدينة كما هو الحال كان في الأعوام الماضية. أغلبها كان يتم مصادرته وبيعه أو تجره على مناطق أخرى لا تدخل للمدينة. تظل المساعدة اللي وصلت إلى السكان في وسط مدينة تعز مساعدة بسيطة ولا تفي باحتياجات السكان. الجميع في محافظة تعز محتاجون، لا يوجد شخص غير محتاج في محافظة تعز. هنا المواطنين في محافظة تعز
أناس بدون رواتب، بدون فرص عمل، أغلب المحلات التجارية مغلقة، أغلب الأحياء مدمرة، هم الجميع محتاج، لكن الإغاثات والمساعدة الإنسانية لا تصل إلى السكان في الكريم. لو انتقلنا للحديث عن التوثيق، بما أن هذا هو رأيك فيما يخص رصد الحالات التي تتعرض للإصابة، سواء تلك التي يعني تحدث فيها الوفاة أو الجراح، كيف تنظر المعذرة كيف تنظر إلى التوثيق وتقيم عملية التوثيق؟ يا عزيزي، هنا في محافظة عز يتم، يعني هناك الكثير من المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين والراصدين يقومون بجهد جبار، مشكورين عليه، يقومون بتوثيق جميع الحالات وجميع الانتهاكات، يعني لا أقول جميع، يعني أغلبية الانتهاكات التي توجد في مدينة عز يتم رصدها وتوثيقها بشكل سليم. عز ليست بحاجة لمنظمات حقوقية أو راصدين، فالمنظمات والراصدين موجودين. تعز بحاجة لعين الإنسانية تنظر إليها وتنظر لهؤلاء الضحايا وكيف يتم معالجة أوضاعهم ومساعدتهم، حتى يعني ما في معهم بأقل القليل كي يتم تسوية أوضاعهم. لكن التوثيق والرصد هو الخطوة الأولى لكي تصل يعني يتم لفت نظر عين الإنسانية التي تتحدث عنها، وبالتالي الوصول إلى الضحايا. فالتوثيق في النهاية هو حفظ للحقوق، وأول خطوات حفظ الحقوق. بالضبط بالضبط أخي، فالتوثيق قائم يعني حفظ حقوق المنتهكين والضحايا موجود، لكن يظل يعني ما يحز في النفس، ويظل هذا التوثيق وهذه المعاناة كلها يعني في إطار المنظمات المحلية. أما المنظمات الدولية هي ذات التفت للضحايا الذين يسقطون في مدينة تال، بالذات الذين يسقطون بقبائل فنيشي الفدق والصالح، يتم النظر لبعض القضايا وتمييز ما بين الضحايا. هم جميعهم ضحايا، لكن يتم التمييز ما بين الضحايا الذين يسقطون من طرف وليس من طرف آخر. أين الفجوة برأيك في المتسببة في هذا الخلل في تقييم المنظمات الدولية؟ أين الفجوة في هذا الخلل الذي تتحدث عنه في يعني اختلاف معايير المنظمات الدولية للضحايا؟ كيف لا تصل القضايا المدنية في تعز؟ طبعا هي ليس بالمشكله انها لا تصل، هي تصل، يعني جميع المنظمات تصدر تقارير، بعضها شهريه، بعضها سنويه، بعضها نصف سنويه، مثل التحالف المدني يصدر تقارير بشكل دوري، تصل هذه التقارير مترجمه باللغه العربيه والانجليزيه لجميع الجهات. لكن هذا السؤال يوجه للجهات الدوليه، هي لماذا لا يتم التعامل معها؟ لماذا لا يتم يعني لماذا لا تدخل في تقاريرهم ويتم اشهارها؟ شرقية الضحايا الذين يسقطون مثلا في ضحايا طائرة انتحار في غير المحافظات، هذا السؤال يوجه لهذه الجهات، لماذا لا يتم إدخال هذه القضايا ضمن تقارير المنظمات الدولية التي تصدر، ولماذا لا يتم يعني تسليط الضوء على هؤلاء الضحايا؟ نعم، لو عدنا إلى عمليات القصف، برأيك أين تتركز عمليات القصف على المدنيين في محافظة تعز؟ هل في المدينة، في الريف؟ شوف، عملية القصف تتركز طبعا يعني كما هو مزعوم والجميع يعرف، هي على أوساط مدينة تعز يتم القصف بشكل عشوائي ومتعمد على مساكن المدنيين. لا أقول عشوائي يعني بغير متعمد، هو عشوائي ومتعمد، لأنه يعرف الجميع أن أوساط مدينة تعز هي مناطق قتالية، ويحدث الآن حاليا في مناطق الضباب وقرى صبر، هي مناطق وقرى سكنية يعني أهلة بالسكان بشكل كبير، يتم قصفها بشكل متعمد بقذائف الهاوزر أو صواريخ الكمبيوتر أو الهاون، يتم قصفها بشكل يعني بشكل يومي، إذا لم يكن أكثر من مرة في اليوم، بشكل يومي يتم قصفها وسقوط ضحايا. أضف إلى ذلك القنص في بعض المناطق، القصف يتم في مناطق المخا أو الواجهية أو موضع مثل طائرة التحالف، نعم، الضحايا المدنيين يسقطون أيضا في هذه المناطق. سيد ماهر، ما الذي تستفيده الميليشيا في حربها على المدنيين في تعز من استهداف هذه المناطق الأهلة بالسكان؟ ما هي الفائدة العسكرية أو السياسية التي تتوخاها من هذه الجرائم المتكررة؟ طبيعي جدا، هو لا يوجد أي فائدة عسكرية ولا يوجد أي يعني انتصار يتحقق بسقوط هؤلاء المدنيين، هو عبارة عن يعني قد يكون حسب مراقبين، هو قد يكون يعني انتقام من هذه المدينة، انتقام من أبناء هذه المدينة الذين
يعني قاوموا ورفضوا هذا يعني هذه الجماعه وهذا السلوك الذي تسلوه هذه الجماعه، هو عقاب جماعي لابناء المدينه بالكامل، عقاب جماعي للمدنيين الذين ليس لهم علاقه بالاطراف المسلحه وبالنزاع المسلح، هو انتقام من هذه المدينه ومن هؤلاء السكان دون تحقيق اي اهداف عسكريه واي اهداف او اي انتصارات يعني على الارض، هو فقط انتقام من هؤلاء السكان وضرب وقتل المدنيين بشكل عام. بالعودة لموضوع القنص، كيف يمكن مساعدة السكان القاطنين في المناطق المستهدفة بالقنص؟ ما هي النصائح التي يمكن أن توجه لهم؟ طبعا المدنيين الذين يسكنون في المناطق مثل شعب الدبة، مثلا في طالع، أحياء طالع الكامل هي كلها على جبهة التلال والجعشاء، وهذه المناطق اللي يتم القنص فيها بشكل يومي ومستمر. هؤلاء السكان طبعا أوضاعهم صعبة، لا يستطيعون النزوح، ليس لديهم تكاليف النزوح أو الخروج من المدينة، وليس لديهم يعني أماكن تأويهم غير منازلهم فقط. هؤلاء السكان اضطروا للبقاء في منازلهم يوميا، يعبرون المناطق الخطيرة هذه من أجل الذهاب إلى وسط المدينة لشراء احتياجاتهم. يتم قنص كثير من المدينة في هذه المناطق، يعني النصائح التي يجب توجهها ليس لهم، النصائح يجب يقومون بالاجتماع الدولي بالضغط عليهم يتوقفهم قنص هؤلاء المدنيين، لان المدنيين ليس لديهم من طرق اخرى للذهاب لشراء احتياجاتهم من وسط المدينه الا عبر هذه الطرق الرئيسيه، طرق رئيسيه معروفه يعني ممرات امنه تقصد. المدنيين غير حاملين السلاح. تقصد تخصيص ممرات امنه لهؤلاء السكان؟ طبعا هؤلاء السكان يعني ان كان تخصيص ممرات امنه هم اصلا يسكنون في مناطق يعني في مناطق لا يمكن المرور يعني الطرق الرئيسيه من هذه المناطق الى وسط المدينه لكي يستلم احتياجاتهم اليوميه، تمر على الطرق الرئيسيه مسلسله طرق معروفه، ويمكن يعني مشاهده هؤلاء يعني ناس مدنيون نساء رجال اطفال لا يحملون السلاح، يتم قنصهم يعني بشكل متعمد، يعني اطفال بعضهم 4 سنوات 5 سنوات يلعبوا دور منازلهم يتم قنصهم، يعني لا اعتقد ان هناك امكانيه لعمل ممرات امنه من اين تتمر طرقهم، يعني مثل احياء طاله وشعب الدبه وكما لا يعني السكان يعني لا يستطيعون المرور الا عبر هذه الطرق، يعني صعب ان يعني يتم تخصيص طرق اخرى جميعهم كلها على يعني اماكن تواجد هذه القناصين هي مرتفعة. وصلت الفكره سيد ماهر، مطلين على المنطقه بالكامل. وصلت الفكره. وهذه هي الحال في مدينة تعز، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها في هذه الفرصة؟ الرسالة التي أوجهها هو أن يتم إما أن يعني تقوم الجهات الدولية أو التحالف العربي أو أن يقوموا بتحديث هذه المدينة من الأماكن التي يتم فيها قنص واستهداف المدنيين بشكل مستمر، أن يعني هذه المدينة قرابة 3 سنوات وأكثر يتكرر القصف والقتل بشكل مستمر، أيضا من أدوات القتل التي تتواجد على مرتفعاتها بالكامل، وإما أن يكون هناك مخرج سياسي يخلص هذه المدينة ويخلص اليمن بشكل عام من القتل المستمر يعني الذي أصبح لا يطاق في هذه المدينة، المستشفيات لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الجرحى والقتلى، نريد أن يكون هناك حل من قبل السياسة والقادة في هذه البلاد يخلص هذه المدينة من أدوات القتل الجماعي الذي ما زال مستمر حتى هذه الساعة. نعم، الناشط الحقوقي ماهر العبسي كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة عبد الخالق أحمد عبده تم الرصد، ونتمنى لكم الشفاء في أمان الله.